قفت زوي غشتت قفت زقين غبارم صلى الله عليه وسلم في أورف من أحب لقاء الله أحب لقاءه تحم أوج أنزي جاسر أوج أجنزي جاسم حني أفدقات شوقي لوت ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه حم وش انا زي مفغرشو زي وجغرر حمي يجري قريب جغود عائشة يبجغ إنا لنكره الموت تكشف حمو وجت زطلق زو وجت يباش حيان وزري حاجة حمو زطلق فقال ليس ذاك عرقي زغحر زبسون بيت حمارتي زبارة فراغط عرقي زغحر ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان من الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه مؤمنا رئو قز بغي كرم ملائك هي بسز كاكرم قراء غشاغو تزي حات جنتر حق زر درزاك ورق يخيغو أرتي تحمش أخبسي يباشخي حجنوفاي تحم أوج أجنوفاي أرتي تحمي شوقي يخيغو تحريق أوج أجنوفاي تحمي إدش قد أجنوفاي كارق يزغحري رئو وأما الكافر إذا حضره الموت بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله وكره الله لقاءه أما الكافر بزاقر تحم يمدأ غنى ماز كذي مسوء الآخر زطرم يتلاغو تحرق زرفة قعب جغر تحم قطع بثرة جهنم مقبي قطع بثرة يتلاغو تحم أوج أجنو فاير أرتي أفد قاب زوت حامي يجري قي وجغو يتلاغو نوي فاير طيب أفد قاب زوشتن فاي من ضمة القبر وسؤال الملكين ملائك هقزر وبتتر قبر مزري في الزتا وغزري وبتا أطفقا جهما شتن فاي طنبال صلى الله عليه وسلم يقوى إن للقبر قبضة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ خم يقوى وفي الزتا وبتا أطفقا كيف سيقول أبي كتما أبي كتر ممكن سعد بن معاذ رضي الله عنه هشهد قد طنبال صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب رئوى يا عمر كيف بك إذا أنت مت فانطلق بك قومك فقاسوا لك ثلاثة أزرع في ذراع وشبر ثم رجعوا إليك فغسلوك وكفنوك وحنطوك ثم احتملوك حتى يضعوك فيه يا عمر يا قبشس قامعفو قعشدي خر وزرع غوغ الحرم واشحجني واغبسكجني إلى آخره أنا جا ثم يهيل عليك التراب ويدفنوك يا طقب تعتق جني وجعل حاجت فإذا انصرفوا عنك أتاك فتانا القبر منكر ونكير يعني فتنة وقزي شتكا منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف يعني يا معخكر بشيش أنفده يا نخر شكبل أنفده رعوه طيب ويبحثاني القبر بأنيابهما فتلتلاك وترتراك يعني يا تخوش وزر بقول فدو وقاو بتني يا ما خطفتو يا وما ويتحط مكر شكبلر زغاع غرم ووبته يا فدا ما خا قاعد يا او فو يا او زشوا غززني قاو بتشتك يا او سؤالات من ربك الى اخره شيء اخر عمر الخطاب فتر مدوته سكت قلبي قلت له هني دحز الصوت عمر خطاوي اغر توج ويكون معي مثل عقل الان فيك زرشت مفدوسي عقل رفز ترى افتت شتا ايوه قال اذا اكفيكهما يعني اظن سابق جد احمد يسال شيء عمر الخطاب تتهرب يعني تيات وتر بضوصا فيه هذا قد صنبار صلى الله عليه وسلم القبر حفرة من حفر النيران أو روضة من روضة الجنة يعني يا ونا جهنم قيكو يا جنة مشيش أشهد قاب زو تشد ججرة تشد شرة واعشة وتفزقتة جنة ما جنة جهنم ما والعياذ بالله جهنم يا وجرة إن شاء الله عمر عن ابن عمر رضي الله عنه صنبار صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي قصوا غرر شجرة ششرة شاغشة وتي أوشز دكوتر إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة جنة أهل ما الشماء جنة رواغشة وت وإن كان من أهل النار فمن أهل النار جهنم الشماء جهنم رواغشة وت تقشق سقوات
هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه. مو وجبة مو زدك وتر ما أعرف حم قد في غشاء قد في غشاء شاغر جوزي حتر حتى تبعث وقتك جفنسي عشر دقائق داو شتلو قزت وتم زت ورم شئدها الخوف من أهوال يوم القيامة آخر دعوة زرتك جفتا حسابة إلى آخره روح تب إنما ببصن رب إنما بصاغر بعد أمي تكتو يشو دلجا تكتو ودي يقول فيش ساق أرديك قد أتعقم محاسبة نفس دبصلي مر محاسبة نفس كم طيفة عوي كتب يهموا فيك في سنفاي شنغم يقول في سنفاي إلى آخره شتا شنغ شتنغر قبغة خنفين فاس قطعة جحن فاس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. قاعد ورم إن شاء الله قد أتت أساليبه فدهاش أخر اشتنغى أو أشيد غخني نمتشره اشتنغى من نمتشروت هاش أخر إيمانا بغى قد زنفسك بغى قويا فسك. بارك الله فيكم على حسن الاستماع.